همسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبي صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبي صلى الله عليه صلى الله عليه. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم. أكرم بباب الصوم في الأبواب ووقعهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب وسقوا رحيق السلسبيل. مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب. هذا جزاء الصائمين لربهم سعدوا بخير كرامة وجناب. الصوم جنة صائم من مأذم ينهى عن الفحشاء والأوشاب. الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من رقة برقاب. ما صام من لم يرع حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب. ما صام
الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود بالجود والإيثار والترحاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد. عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ورواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. الحمد لله حمدا أستلذ بحمده، الحمد لله حمدا أستزيده من فضله، والشكر لله من قبل ومن بعد. الحمد لله عن سمع وعن بصر، الحمد لله عن عقل وعن جسد، الحمد لله في سري وفي علني، الحمد لله في حزني وفي سعدي، الحمد لله عما كنت أعلم، والحمد لله عما غاب عن خلدي. الحمد لله والشكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على قولنا الحمد لله. سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدد ما سبح الملائكة الحافين حول عرشك الكريم، وبعدد ما سبح من شيء يسبح بحمدك ولا نفقه تسبيحهم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم أنت رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الله لا إله إلا أنت. أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء. الحمد لله الذي علا فقهر، الحمد لله الذي ملك فقدر، الحمد لله الذي عفا فغفر، الحمد لله الذي علم وستر، الحمد لله الذي هزم ونصر
وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتاب. سبحانك يا رب، لا يقال لغيرك سبحانك. أنت العظيم ذو الشأن الكبير، سبحانك ما أحلمك، وبحالنا ما أعلمك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم إنك كنت تعلم ما في سري وتعلم ما في قلبي. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. لك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان، ومن قيام رمضان، ومن تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك، جنات النعيم. اللهم انفعنا بالقرآن،
اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم زدنا علما وعملا بالقرآن. يا من أنت القائل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الشكل الذي يرضيك به عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم زدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفاه في النار. يا واحد يا قهار، يا واحد يا قهار. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة. اللهم انقلنا بالقرآن من الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا قد ختمنا كتابك، اللهم إنا قد ختمنا كتابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة. اللهم يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Whoa.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير من نزل النفوس أراحل
بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل؟ اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.